بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نبدأ بنعمة المسيح ما أنهيناه في الحلقة السابقة، ونكمل موضوعنا اللي بتكلم عن جهاد القديسين وعمل ربنا معاهم. ربنا يدينا نعمة وبركة ويدينا كلمة عند افتتاح الفم ببركة صلواتكم جميعا. فمردخاي شاف القرار، لانه طلع منه كتير علشان وزعه في 127 بلد، قصدي اول ما شاف القرار واراه شق ثوبه. ودي بقى كانت من علامات الحزن زمان، حتى لغايه دلوقتي اقول لك يعني اشقها ويمسك يعني اشقها، دي كانت علامة من علامات الحزن، لدرجة ان ايوب ان هو يعني ان مثال في الصبر، لما جات له التجربة شق ايوب ثوبه ولكنه لم ينسب جهالة الى الله. هنا مردخاي شق ثوبه ولبس المسوح. المسوح ده عبارة عن لبس خشن من الجلود الخشنة، وجلس على الرماد، ده علامة الحزن. وشوفوا بقى الكلمة اللي جاية ديت، كلمة جميلة جميلة، وصرخ صرخة مرة. هذه فايدة التجربة، فايدة التجربة ان الانسان يقرب من ربنا ويصرخ من قلبه من الاعماق، صرخت اليك يا رب من اعماق، مش من قلب كده من برة، من جوه القلب من الاعماق صرخت اليك يا رب، يا رب استمعني، اسمعني يا رب وانصت الى كلامي. وهنا عمل الصلاة. واحنا لنا مين في الدنيا؟ شوفوا اللي بيتكلوا على الرؤساء زي ما بيقول المزمور، رؤساءهم يموتون ويعودون الى ترابهم. انت متكل على مين؟ على رؤساء؟ لا، الرؤساء ايها الطبيب اشفي نفسك واحمل، زي ما يكون دكتور كده يعني واخد في نفسه ألم كده ويقول لك ده انا اله العيون. انا بتكلم عن حاجة حصلت، يعني انا اله العيون في البلد الفلانية، وبنته تعبت بعينها وعينها بزت لبرة وبعتوها برة عشان تتعالج. يعني عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان الانسان اللي بتبهب نفسه بقوته ده ما ينفعش، لكن كل الانسان ما يمر بتجربة، علشان كده يقول ايه؟ بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل الملكوت. هو ربنا مش عايز يضايقنا، ربنا مش بيحبننا الخير زي ما الناس بتقول، لا، ده ربنا علشان بيحبنا عايز بس ايه كل فترة كده أرصة علشان نقرب، نقوم نصرخ من قلبنا، لان احنا كتير قوي بنهمل في الصلاة اللي هي سر قوة وعظمة الإنسان المسيحي اللي عايز يبقى قديس من قلبه. و أستير عرفت إن عمها مردخاي واقف على باب القصر بالطريقة ديت، وطبعا ممنوع حد يعمل كده، فراحت بعتت له هدوم مرضاش يلبسها، وبعدين قال لها كلمة جميلة جدا جدا. شوفوا أحبائي، الحنية كتير بتضيع الإنسان، الحنية الزايدة بتضيع الإنسان. الرجل قال لها لا تفكري في نفسك، اوعي تفكري في نفسك، اوعي تفكري ان انت مركزك كملكة هينقذك، لا، ده ممكن تموت انت واهل بيتك. ده عمها بينصحها. طبعا المفروض ان محدش من زوجات الملك
يقدر يقابل الملك قال ايه بمواعيد، وبعدين هي مش في ميعادها تقابله، وممكن قوي ان هو يقتلها. انت جاي دلوقتي ليه ويقتلها؟ لكن هي عملت ايه بقى؟ قالت صوموا من جهتي للشعب، بتقول للشعب صوموا من جهتي. دانيال قال للثلاث فتية صلوا من أجلي. وهنا أستير بتقول للناس كل الشعب صوموا من جهتي، لا تأكلوا ولا تشربوا ثلاث أيام. يا عارفين صوم يونان كان كم يوم؟ ثلاث أيام. ويونان صوم يونان بنصومه علشان أهل نينوى 120,000 واحد ربنا هيهلكهم، لكن لما صاموا ربنا قبلهم 120,000. وبعدين أهم حاجة أحبائي إن أنا مش أقول للناس صوموا علشاني وصلوا علشاني. طب وانت ما تصليش من أجل نفسك؟ ما ساعات يجي حد يقول يا ابونا صلي لي، انت ما بتصليليش ليه؟ طب انت بتصلي لأجل نفسك؟ انا عامل مساعد معاك، انت بتصلي وانا اصلي معاك، واذا اجتمع اتنين على طلب يستجاب. فالمهم هي كمان صامت هي والجواري اللي معاها. ادي الصوم اللي احنا فيه، شوفوا بيعمل ايه. وبعدين دخلت علشان تقابل الملك. الملك طبعا شافها، كان في ايده قادم الملك يرفع او كده، يعني معناها تعالي وتلمسه ويقول لها تعالي. لما دخلت على غير العادة اللي المفروض تتقتل، يقول الكتاب فأعطاها الله نعمة. الكلمة دي جميلة قوي، مهمة قوي، إن ربنا يدينا نعمة، يدينا نعمة. في واحد تشوفه كده تتعفرط من جواك، وفي واحد تشوفه تبقى فرحان بيه، ربنا يعطيه نعمة تحس بفرح وسلام. أعطاها الله نعمة وقبلها الملك. ملك يا أستير أنت عايزة إيه؟ قولي يا أستير ولو لنص المملكة. أنا مش عارف المملكة كانت يعني للدرجة دي كل واحد يقول لك أديك نص المملكة. المهم وكانوا يدوا طبعا، كلمة الملك لا تراد. قال لها أعطيك ده واحدة خايفة تخش، لكن الصلاة خلت الملك يبقى ايه يجد نعمة، تجد نعمة في عينيه. ويقول لها كده ايه، وهي رايحة ولقت المقابلة الحلوة ديت، قبليها على طول الملك نام. وشوفوا عمل ربنا بقى، طار النوم من الملك، من رأس الملك. الملك ينام ما فيش نوم، طار النوم. وبعدين ندى للحراس بتوعه قال لهم ما تجيبوا سفر الملك، سفر أخبار الملك اللي هم بيكتبوا كل يوم. شوفوا شوف عمل ربنا، شوف الصلاة عملت ايه، يخلي الملك النوم يطير من دماغه، ويبعت يجيب السفر اقرولي. فتحوا السفر على ايه؟ على اتنين من الحراس كانوا هقتلوا الملك، ومردخاي هو اللي كشف الحكاية وقال للأستير، وأستير قالت للملك وصلبوهم. أم سأل سؤال، طب وانتوا عملتوا ايه مع الرجل ده؟ عملتوا ايه؟ قالوا ما تعملش حاجة، ما فيش في سفر الأخبار انهم عملوا حاجة. ازاي؟
واحد ينقذ الملك من الموت ما تعملوش حاجة ازاي؟ همان بقى اللي هو يعني يهمه المظاهر ده، كان الملك عينه رئيس رؤساء، فجه كده الملك بيسأل همان، قال له ايه رأيك في واحد يرضى عليه الملك؟ يكرمه ازاي؟ قال همان بقى فكر في نفسه، قال هو في حد احسن مني عند الملك؟ ده لسه مرقيني. فبدأ يعمل ايه بقى؟ يقول حاجات نلبسه اللي هنكرمه ده، نلبسه بدلة الملك ونقعده على الحصان بتاع الملك ونزفه في البلد ونقول هذا الإنسان يكرمه الملك. قالوا طب اعمل كده مع مردخاي، اعمل كده مع مردخاي، ده انا كنت فاكر انا المقصود. شوفوا ربنا يخرج من الاكل اكل ومن الجاف حلاوه. فعمل كده وروح طبعا يعني هيموت، وكان عامل خشبه صليب طولها 50 ذراع، يعني بتاع 25 متر كده، علشان يصلب مردخاي عليها. فلما جاب الحصان وركب مردخاي وقعد يلف بيه في البلد، أستير عملت حاجة بحكمة، قالت له جلالة الملك أنا عزمك أنت وهمان عندي. طيب قال لك ده انا الوحيد اللي معزوم. المهم بعد القعده قالت له انت ارضيك ان مراتك وشعبها يهلكم؟ قال لها ازاي؟ قالت له هذا هامان الشرير عدو اليهود. انا عجباني قوي كلمه عدو اليهود دي، أصل في ناس تبقى أعداء لدين معين، أعداء بيعدوه دايما، ويعني ربنا إحنا ما بنخافش. ليه؟ لأن ربنا حول شاول اللي كان عايز يقتل كل المسيحيين، حوله إلى بولس الرسول اللي كان عايز يخلص على كل المسيحيين، حولوا الى بولس الرسول. فاحنا ما بنخافش. قالت له هذا عدو اليهود، ده اللي كتب، ده اللي كتب الامر ان انت تقتل كل اليهود اللي في المملكة. قال ايه ده؟ انت عملت كده؟ وقام جاي ماسك همان وصلبه على الخشبة اللي عملها المردخاي. من حفر حفرة سقط فيها، ها؟ ده على فكرة في الأمثال، يعني احنا بنقولها دايما من حفر لأخوه حفرة سقط فيها، لأن سفر الأمثال يقول من حفر حفرة سقط فيها ومن ألقى حجر يرتد إليه. اتصلب على نفس الخشب اللي كان عاملها المردخاي، وجابوا ولاده العشرة صلبوهم على الخشب، على خشب صلبان، يعني ما هو عملية الصلب ده كان في العهد القديم علامة عار وعلامة لعنة، ملعون كل من علق على خشبة.
علشان كده كون ان اللص اليمين يؤمن بالمسيح المتعلق على خشبه بانه اله ده ايمان جبار، ايمان جبار. ف صلبوا على الخشبه وصلب اولاده العشره، وبعدين ندى لمردخاي وقال له خد استير واكتبوا الكتابه اللي انتوا عايزين تقولوها، يا اكتبوا ما يحسن باعينكما. شوفوا قد ايه، طب ده احنا كنا هنتقتل. يقول لا خدوا اكتبوا اللي انتوا عايزينه. شوفوا التحول الاحبائي، شوفوا ربنا، الرب يقاتل عنكم. على فكره في ناس كتير يقولوا الرب يدافع، لا الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون، لان ربنا بيقاتل عني متاكد ان هو ينتصر، فعشان كده انا ايه، انا ساكت. ودي موجوده في خروج 12 ايه 12، شاهد سهل يعني. انهم اكتبوا ما يحسن في اعينكما بان تكتبوا ما يريدون ليوزعونه على المملكه، علشان يلغوا اللي كتبوا ايه، كتبوا همان. والحاجه الثانيه الجميله، طبعا هم استير بقى عرفت الملك ان هم بقى من اليهود وكده يعني. كان الاول عمها انها ما تجيبش السيره على ما تتمكن ويبقى الملك مقتنع بيها. طبعا عرفهم، عرف ان هم من الامه ديت، ويقول لك ايه بقى، وخلع خاتمه واعطاه لمردخاي. الراجل اللي كان واقف عن باب بره اللي مش راضي يسجد لهمان، الراجل اللي واقف عن باب بره ده بقى معاه خاتم الملك. اعطاه خاتم الملك ليختم به، لان اي مختوم بخاتم الملك لا يرد. وأعطاه بيت همان، وصار مردخاي عظيما في المملكة. شوف ربنا، شوف ربنا بيرفع الإنسان ازاي. المقيم المسكين من التراب والرافع البائس من المزبلة ليجلسه مع رؤساء شعبه. وصار هذا اليوم عيدا في المملكة، وكانوا يوزعوا فيه هدايا على كل الناس، وكانوا بيدوا للفقراء، يوزع فيه هدايا على الفقراء. أنا بحب أوي الحاجات اللي فيها فقراء دي، يوزعوا الحاجات هدايا على الفقراء. وبعدين يقول الكتاب في سفر أستير إصحاح 9 وآية 22، وصار فرح عظيم وتحول الحزن إلى فرح والنوح إلى يوم طيب. وتحول الحزن إلى فرح والنوح إلى يوم طيب. أنا كلمة طيب ديت بقول كده ايه، لما ربنا بيكرم القديسين بنحط عليهم اطياب، لانه كان راجل طيب. طيب يعني ريحته جميله كده فائحه، وريحته زكيه، ليه اعمال تمجد الله. احنا طبعا بنشكر ربنا جدا على عمله العظيم، وانا اقصد ان احنا نقول الحاجات دي علشان احنا دايما نقول احنا غلامة، احنا خطاه. لا يا حبيبي، لا بلاش نفكر في الحاجات دي. عارفين لما واحد
يفضل يقول انا عيان انا عيان، يبقى عنده نفسيا تعبان ويمشي على انه تعبان ويبقى دايما هزيل. لا، قول انا ابن ربنا، انا ابن ربنا. ربنا بيقول لي انا هو لا تخافه، لا تخف لاني انا معك، لا تخف ولا ترهب، لا تخف ولا ترهب. وانا بقول الكلام ده بالنسبة لحياتنا الروحية وجهادنا وفي كل امور حياتنا مع الكل. ربنا قادر يدينا نعمة وبركة واعطينا ان نحتمل، وزي ما بيقول الكتاب بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل الملكوت، لان قلت من شوية ان الضيقة هي اللي بتخليني اعرف اصرخ لربنا. ربنا يعطينا نعمة وبركة ويسمح ان نكون قديسين في وسط القديسين، ويعطينا القداسة التي بدونها لن يرى احد الرب. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها، آمين.